السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من الملعب في اليوم الآسيوي الذي بالتأكيد يسجل حضورا سعوديا جيدا بتعادل للاتحاد ومواصلة الصدارة واقتراب من التأهل وبفك التعادلات في الهلال الذي اليوم استطاع أن يسجل أول انتصار له في دوري أبطال آسيا لهذا الموسم. هذه المواضيع، موضوع مباريات آسيا وغيرها في هذه الحلقة، نبدأها بالعناوين. اجتماع مفاجئ لاتحاد الكرة والتفاصيل في الملعب. أحمد عيد يعترف بأخطاء التتويج ويعد بآلية جديدة. مدير المركز الإعلامي في الشباب يواجه عقوبة الإيقاف. عبد الله الهزاع يكشف للملعب مصيره مع القادسية. في آسيا الاتحاد يواصل صدارة مجموعته ويقترب من التأهل. أخيراً وبعد ثلاث تعادلات الهلال يسجل أول انتصار في آسيا. الأهلي يواجه النصر الإماراتي وجماهيره تخشى من تأثير خسارة الدوري. وكاروليم يؤكد لا ننظر للخلف والحسني لن يشارك. غدا ختام دوري زين وثلاثة أندية تتنافس على المركز الثاني. من العناوين إلى التفاصيل، قبل ذلك نرحب بضيفينا في الاستوديو، رئيس القسم الرياضي في العربية نت الزميل سامي اليوسف. مساء الخير أبو يوسف، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بتركي، حياك. من جدة أرحب بالصحفي في جريدة الرياضة السعودية زميل هتان النجار. مساء الخير هتان. مساك الله بالنور أخوي عادل، ومسي على السادة المشاهدين وعلى ضيفك في الاستديو الأستاذ سامي. أهلا بك، أهلا بمشاهدين الكرام. في البداية نتحدث عن الاجتماع للإدارة المؤقتة الذي عقد اليوم، حيث عقد ظهر اليوم في الرياض اجتماع للإدارة المؤقتة، اجتماع غير معلن، وأيضا ربما كان مفاجأة على اعتبار أنه لم يعلم بالأمس عن هذا الاجتماع برئاسة رئيس الاتحاد والإدارة المؤقتة للاتحاد السعودي الأستاذ أحمد عيد. تفاصيل الاجتماع ليست كثيرة بالتأكيد، بالرغم من أنه مفاجئ وغير معلن. الأستاذ أحمد عيد يتحدث عما جاء في هذا الاجتماع، وكذلك يتحدث عن الانتقادات التي وجهت لطريقة التتويج في نهائي دوري زين مع عبد الرحمن العامسي. اولا شكرا على اللقاء وشكرا على التواصل من تلفزيون الكريم تلفزيون السعودي، وهذا ليس بغريب، خاصه وان سمو الامير تركي بن سلطان كان له ايادي بيضاء. اجتماعاتنا المتواصله مع الاخوه الاعضاء دائما وابدا تسعى الى تحقيق ما نتمنى ان يحقق لمستقبل الاتحاد السعودي، وان كانت الرئاسه مؤقته، ولكن تحديدا في وضع الأطر والأساليب اللي تخدم مستقبل الرياضة من خلالنا أو من خلال المجلس القادم. كان الاجتماع في أجندة تتلخص في بعض الأمور الهامة، ومن الأمور الهامة الاهتمام بالناشئة والاهتمام بالأندية الصاعدة إلى المستويات الأعلى، من ضمنها دورة الصعود للدرجة الثانية التي أقر المجلس إقامتها إن شاء الله في منطقة عزيزة
علينا وهي منطقة جيزان، هذه المنطقة الرافدة لمنتخباتنا الوطنية. تحدث المجلس وأقر استمرارية اللاعبين الأجانب الأربعة على أن يتم تحديد ما يستجد حول هذا الموضوع لاحقا. المجلس أيضا ناقش المباراة النهائية وما صاحبها من بعض الملاحظات حول آلية التتويج، وأقر في المجلس أن آلية التتويج يجب أن تتبع بنظام وبروتوكول جيد حتى يخدم الغرض، وأيضا حتى يواكب التطوير الحضاري لرياضة كرة القدم العالمية. أقر المجلس أيضا مواضيع تتعلق بالمباراة القادمة، مباريات كاس سيدي خادم الحرمين الشريفين، واعتماد الجدول لهذه البطولة بعد أن تمت القرعة مساء البارح. شكرا للأستاذ أحمد عيد الرجل المحترم على أن توقف مع مراسل الرياضية وتحدث، بالرغم من الاجتماع كما قلنا هو غير معلن وربما القناة الرياضية الوحيدة اللي حضرت اليوم. سامي، بالتأكيد ربما ليس ربما يكون اجتماع دوري، يحسب لهذه الإدارة أنها تجتمع بشكل يعني دوري، مو مثل الإدارة السابقة تجتمع في السنة يمكن مرة واحدة. لماذا برأيك هذا الاجتماع؟ تعتقد فقط أنه اجتماع دوري أم أن ثمة أمور لم تعلن؟ والله بحسب طبعا ما شرحه الدكتور أحمد، يعني أنه يعني في أجندة الاجتماع مرتب له سلفا، نعم، وكان فرصة مواتية بإقامة القرعة أو مراسم القرعة بالأمس، وبالتالي اليوم لاعتماد هذه القرعة والمباريات تحديد واعتماد تحديد مواعيدها، والأهم دورة الصعود، هذا يعني زي ما تقول تعودنا عليها في هذا التوقيت تحديدا. الأهم أو أهم نقطتين تحدث عنهم برأيي هو يعني استبعاد التوصية التي سمعنا عنها في اجتماع الاتحاد قبل مباراتنا مع أستراليا بخصوص تقليص اللاعب الأجانب. هو الآن رجع إلى يعني الاتحاد السعودي واللجنة المشكلة إلى جادة الصواب والرأي المنطقي بإقرار الأربعة الأجانب. الأمر المهم اعتراف الاتحاد أو اللجنة بالخطأ الذي ارتكب في ليلة تتويج الشباب أو في مباراة الختامية للدوري بين الأهلي والشباب. كان المنظر حقيقة يعني نعتبر غير حضاري، غير جيد، لا يعكس ترتيب أو حتى خلفية أو حتى تجربة لدى أعضاء الاتحاد، أبرزهم يعني ممثلين لنا في الاتحاد الآسيوي، ويفترض أن لديهم يعني خبرة تراكمية يعرفوا كيف يتعاملون حتى لو كان لجنة مشكلة، حتى على مستوى الرابطة أيضا طبعا يعني، لكن يظل الاعتراف بالخطأ جيد. ولكن احنا نتوقع حقيقة أشياء أكبر يعني إن شاء الله الفترة القادمة نتجاوز معها يعني مسألة الاعتراف بالخطأ بالنسبة للتتويج وما إلى ذلك. نبغى أشياء مثلا تتعلق الآن بالجمعية العمومية للاتحاد، مسألة الانتخابات كيف ستكون، الأمور هذه التي تهم مستقبل الكرة السعودية أو كرة القدم السعودية. تعتقد أنه هذه الإدارة المؤقتة للمنتخبين لما كان لهم دور الفترة الماضية يستطيعون أن يديرون هذه المرحلة بالطريقة اللي تحدثت عنها أنت، وأنه يسمون مرحلة قادمة يعني تتكلم عن ربما مفصل المفاصل كرة القدم؟ شوف الحين إذا مشيت أنا معك في الإجابة مثل ما مشيت معك في الإجابة السؤال قلت أنه ما يستمعون، وأنا يعني مشيت أنا ما أدري هم كيف يعني ما يستمعون لنا مرة واحدة مثلا، والآن السعودي. تقول أنت يعني أعضاء الاتحاد اللي ما كان لهم دور في يعني الآن يصبح لهم دور في غضون 3-4 شهور أنا مثلا. أنا مجرد طيب أوكي، أنا أتمنى يكون لهم دور بما أنهم هؤلاء هم منتخبين أو منتخبون من قبل يعني جمعية أو يعني تشكيل مثلا فازوا بأصوات، يفترض أن يخدموا أن يقدموا يبرهنوا على أنه الاختيار كان جيد. هذا الاختبار الحقيقي الآن؟ لا ما أعتبر هذا اختبار حقيقي، لأن هي من نرجع للأساس لبيان الأمير نواف، هي لجنة مشكلة لتسيير أمور الاتحاد
وكان الهدف الأسمى أو الهدف الأساسي والرئيسي هو عملية إدارة الجمعية العمومية والانتخابات طيب. ويعني زي ما تقول التتميم على إنهاء الموسم والتمهيد للمرحلة القادمة أكيد طيب. ما في شك طبعا. هتان الحديث هنا عن ما حدث في التتويج، أولا أسألك هل تعتقد بأن التتويج كان يليق بالمناسبة؟ والله أخوي عادل أنا الملاحظ لم يكن التتويج بالشكل اللائق، يعني لمؤاخذة ممكن كأننا في صالة أفراح، يعني المنظر كان واضح بهذا الشكل. ولكن الدكتور أحمد يعني حقيقة كان شجاع وهو يعترف أن هناك خطأ وسيتجنبه في المرات المقبلة، وهذا ما نأمله ونتمناه حقيقة. يعني في مثل هذه المناسبات أو خاصة أنه دوري زين للمحترفين، يعني كان من المفترض أن يكون رئيس الاتحاد المؤقت أمين عام الاتحاد إلى جانب رئيس هيئة دوري المحترفين، هم الثلاثة اللي كانوا من المفترض أن يكونوا متواجدين. خاصة أنه كان في منظر يعني من قبل أحد الأعضاء أو أعضاء الاتحاد المؤقت، لاحظت أنه كان يبارك لفريق الشباب بطريقة يعني كأنه وده يشاركهم الفرحة، يعني وما كان منظر مناسب حتى للجماهير الأهلوية ولا بهذا الشكل. يعني هو طبيعي طيب أنه يبارك بشكل، لأنه هو عضو في الاتحاد السعودي ويهم كثير أنه الدوري ينجح وأنه المباراة تكون مهمة قوية، يعني طبيعي جدا أنه يكون فرحان. شو زعلك يعني هتان انت؟ لا والله لا بالعكس ما زعل، احنا نفرح للجميع ان شاء الله وانا اقدر هذا الشيء، لكن يعني كان حتى ملاحظ انه هو بيحرص انه بيسلم على لعيب الشباب بطريقه غير عن بقيه الاعضاء يعني. اها وش هذا وش يشير لك يعني انت وش فهمت منه؟ يشاركهم الفرحه يعني كانه سعيد بالانتصار يعني. مش مشكله تقصد من انت بالضبط؟ من فيهم؟ عفوا؟ من تقصد؟ اي عضو؟ محمد السراح. اها طيب سامي تشوف شيء ملفت؟ بالعكس ما فيها شيء، يعني انت فريق نجح يا اخي يفترض انك تشارك الفرحه، تكتم يعني وتزعل؟ لا بالعكس ما هو تكتم شو المشكله يعني؟ عضو الاتحاد انا زعلان ليش طيب؟ هو يقول لك المفترض انه يكون شخص محايد وما يستفز الاخر الطرف الاخر. فريق فايز يجب انه يفرح مع فرحه الفريق، ايش المشكله؟ يبارك لهم. لا بالعكس انا يعني ما امنع الاستاذ محمد لهذا الشيء اخوي سامي، لكن كان المفترض يعني ابوسن مثلا يعني. لا بس ايضا الفرحه المبالغه، انت انت رجل محايد يعني ما لك علاقه هذا كلام. انا شفت التتويج صراحه انا اعترض على الطريقه والاسلوب وهذا، لكن ما شفت شيء يعني انا ماني بحساس للدرجه هذه صراحه. انت متحساس في جماهير ثانيه ممكن تكون حساس، يمكن من جماهير الفريق المنافس يعني. اللي هي الخسرانه تشعر بانه فريق الشباب فايز، يعني يجب ان انت تفرح مع الفريق حتى سواء الشباب او الاهلي. طيب انت مع الفايز يا اخي افرح، ايش المشكله؟ طيب عموما هالتاني يقول لك هو شايف فرحه مبالغه، هو هذا رايه بس يعني حساس بدرجه كبيره هالتاني. طيب هالتاني انت حساس؟ حساسيه ابدا يعني. طيب حنروح للموضوع الثاني. حسب المصادر تعرفون ما حدث في المباراه النهائيه. المصادر المطلعه تؤكد لبرنامج الملعب بان التصرف الذي حدث من المدير المركز الإعلامي بنادي الشباب بعد نهاية المباراة والذي التقطته الكاميرا النقل كما تتابعونها على الشاشة هو من أول الأمور أو من أول النقاط التي سيتم مناقشتها في الاجتماع لجنة الانضباط. وعلمنا أيضا من المصادر أن هناك توصية من بعض الأعضاء، لم يتم الاجتماع بشكل نهائي لكن في أعضاء اجتمعوا ورفعوا توصية للاجتماع العام للجنة بأن يتم معاقبة طارق النوفل مدير مركز الإعلام لنادي الشباب على هذا التصرف. في بند آخر أو نقطة أخرى وحدث آخر أيضا هو تحت النقاش من قبل لجنة الانضباط ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار. حسب ما علمنا أن الأستاذ عبد الله الهزاع رئيس مجلس إدارة نادي القادسية تحت أيضا طائلة العقوبة والنقاش للعقوبة حول ما حدث منه بعد مباراته الأخيرة مع النصر، وهذه الصورة تأتيكم بعد نهاية المباراة. طبعا كان في نقاش حاد، يقال بأن الأستاذ عبد الله الهزاع كان حادا في نقاشه وربما يعني تجاوز قليلا على الأستاذ عمر المهنا مما أدى إلى رفع تقرير لجنة الانضباط والمطالبة بإيقاف. هذا حسب ما علمنا ولكن القرار لم يتم هناك أي توصية حسب ما علمنا بإيقاف
أو بإصدار العقوبة بحق الأستاذ عبد الله الهزة. فيما يخص الحالة الأولى حسب اللائحة طبعا ما نحب نفتي احنا بالعقوبة، لكن رجعنا للائحة وتابعنا كل البنود الموجودة، وجدنا أن البند المادة 24 تقسيم 2 تقول بأن كل إداري أو فني يسلك مسلكا مشيرا بالحركة المخلة بالآداب العامة تجاه أي من المذكورين في المادة 4 اللي هم سواء كان لاعبين أو جماهير أو إداريين فإن يعاقب بالإيقاف، كل من يسلك هذا المسلك يعاقب بالإيقاف عن مرافقة جميع الفرق الرياضية بناديه 6 مباريات رسمية وغرابة مالية قدرها 15,000 ريال. هذا يعني بأن في حال طبعا انطبقت اللائحة أو تم الاعتماد على هذا البند فإن طارق النوفل مهدد بالإيقاف لمدة 6 مباريات رسمية وغرامة مالية قدرها 15,000 ريال. حتى أن هل تعتقد بأن طارق النوفل عبد الله الهزاع يستحقون العقوبة؟ نحن نؤكد بأن هاتين الحالتين هي من ضمن الحالات التي تدرسها لجنة الانضباط، وتم دراستها بشكل فردي من قبل بعض اللجنة مع أعضاء اللجنة، والاجتماع سيشهد إقرار العقوبة التي نؤكد بأنها سوف تصدر خلال إما غدا أو بعد غد. تفضل هتان. شوف أخوي عادل، على الرغم من إعجابي بالعمل الكبير الذي قام به الأخ طارق النوفل خاصة على المستوى الإعلامي في نادي الشباب، إلا أن حقيقة أنا ضد أي تصرف مسيء لنادي آخر سواء بالاستفزاز أو حركة غير لائقة كانت. كنت أتمنى حقيقة أن لا يصدر هذا التصرف من الأستاذ طارق، خاصة أنه فريقه خرج منتصر وحقق لقب الدوري، وكان هذا كافي للرد على أي إساءات حتى وصلت له. أنا كنت متابع حقيقة في الفترة الأخيرة مدى ما تعرض له الأستاذ طارق على وجه التحديد. نعم. لكن أنا السؤال الذي أفرض نفسه حقيقة، يعني قبل هذه الحركة ومن فترة تقريبا شاهدنا رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأمير فهد بن خالد يرتكب نفس التصرف، بس هل يعني العقوبة على طارق مثلا أو لأن الأمير فهد بن خالد رئيس النادي الأهلي تم تجاهله في هذا الموضوع؟ ما صدرت عموما حتى أنا يعني حتى لو صدرت يعني أنت تقول فيما لو صدرت فيما طيب. لو صدرت لأن نعم احنا يعني ما صدرت يعني المصادر التصرف نفسه اللي صدر من الأمير فهد تجاه جماهير الاتحاد الآن يتكرر من الأخ طارق اتجاه الجماهير الأهلاوية، حتى لو يكن اتجاه الأخ طارق كما هو موضح في الصورة اتجاه الجماهير الأهلاوية، لأن الأمير فهد كان اتجاه جماهيره، هو بيقول يعني حسب ما وضح أنه كان اتجاه الجماهير أنه أخذ لا الصورة الطريقة كانت من الأمير فهد بن خالد، الصورة كانت واضحة أنه رايح للجماهير لأنه كان عند مدخل اللاعبين ومعروف أن جماهير الأهلي في 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 ذلك المكان، هذا الصورة السابقة. بغض النظر لكني أنت يعني تتساءل وفي نفس الوقت تؤيد العقوبة لهذا التصرف. إذا كان فيها إساءة تجاه النادي المنافس لفريقك وكانت فيها إساءة، أنا أعتقد أنه قرار مناسب، ولكن لا يكون القرار فقط على طارق النوفل، كل من يصدر هذا التصرف يجب أن يطال القرار. طيب سامي. أنا طبعا ما في شك أقول إحنا مع تطبيق ومع يعني ترسي الدعم الروح الرياضية مهما كان. نعم. الفوز كفيل بالرد على كل خصومك أو النجاح أو الوصول إلى القمة. صحيح. والشباب فعل ذلك. إذا كان هذا التصرف واللقطة اللي شفناها قبل شوي من طارق موجهة لجماهير الأهلي، أنا ما شفت الطرف الآخر. صحيح. حقيقة، فطبعا بالعكس طارق أخطأ ويجب أن يعني تطبق عليه اللائحة اللي ذكرتها قبل شوي. نعم. ويمكن قد تكون عقوبة مضاعفة بسبب أنه سبق له أن عوقب من قبل لجنة الانضباط، لكن سبق عقابة؟ أي طبعا بعد طلب اللاعبين الحديث أعتقد رفض وصدر فيها من لجنة الانضباط. صحيح ذكرها. طيب أوكي، فيمكن تكون العقوبة المالية مضاعفة. طيب ولكن هذا لا يقلل من حجم العمل اللي قام فيه الزميل طارق النوفل، ويكفي إشادة رئيس محنك مثل خالد البلطان بعمله. طيب بالنسبة للحديث مقارنة غير يعني طبعا أنا أول من انتقد تصرف الأمير فهد بن خالد في تويتر، والأمير فهد على طول بعد المباراة عبر القناة الرياضية أكد أنه كان يعني يقصد جمهوره، لأن كانت الصورة واضحة نحو جماهير الأهلي، وكان يعني كأنه يقول مثلا
يكلم جمهور أن جبناها بالغصب أو ما إلى ذلك، ولكن أرجع وأؤكد على أنه فهد بن خالد رئيس نادي محترم جدا، استفاد من أخطاء الموسم يعني في بداياته لما كان مشرف على الفريق وفي بداياته الرئاسية، ولا أعتقد أنه في مقارنة، أو حتى لو قارنا مثل ما فعل الزميل هتان هي مقارنة يعني ظالمة للأمير. طيب أنت تذهب إلى أنه على الأقل هناك الأمير اعتذر وقال أنا أتذكر، وكان حديث للجمهور يقول أنا فيما لو فهم كذا فأنا أعتذر، صحيح. بينما طارق النوفل حديثه يعني قال أنا ما كنت أقصدها، ما أدري أنا الحين اللقطة، أنا قلت لك إذا كانت هذه اللقطة اللي الآن ظاهرة، لا هو يقول أنا كنت أقصد أنه جبناها يعني بالقوة، يعني من المقابل، من الجمهور المقابل اللي تفرق في العملية، من المقابل الجمهور اللي في المدرجات الآن موجه لهم هذه الحركة. فهد بن خالد كان يتحدث مع جماهير الأهلي أو يقصد جماهير الأهلي، طارق من يقصد هنا؟ إذا كان يقصد جماهير الشباب، إذا كان متجه لجماهير الشباب فما مشكلة، بالعكس يعني. أنا يعني يقول بالعكس جبناها يعني جماهيري، هذا شيء طبيعي، إيه؟ لكن إذا جماهير النادي الأهلي لا، طبعا هنا خروج عن النص. طيب عموما طبعا هذا لا يلغي ترى تقديري وإيماني بالعمل الكبير اللي قدمه طارق، يعني أي شيء، أي انتقاد لا يعني نحن إذا انتقدنا، لا في بعض الناس يفهمون مثلا العكس، بدأ منك انتقدت أنت يعني، لا بالعكس طارق قدم عمل جيد على اعتبار أنك أنت كنت مدير مركز إعلامي. لا لا لا, لا في ما أتكلم عن هذه، أنا أتكلم عن الجمهور، بعض الجماهير لدينا يعني تأخذ الجانب السلبي للانتقاد أو للنقد البناء. طيب ليش لما انتقدت قبل شوي المنظر حق الاتحاد السعودي ما قلت انه عندهم جانب ايجابي وبالرغم من ذلك؟ لا يعني الوضع مختلف، الانتقاد يكون ليش في هذه كنت حساس وهذه لا ما كنت حساس، انا قاعد بس يعني اوضح موقفي بالنسبه للاتحاد السعودي، ما في مقارنه، انا رجل قاعد يعمل وما زال يعمل، رئيس النادي يعمل وما زال يعمل. طيب هذه لجنه مؤقته ما يمكن ان نحملها اكثر مما تحتمل يعني. طيب عموما فهمتك، انا دائما افهمك، اشكر انت الوحيد اللي دائما افهمك، شكرا. نروح لموضوع آخر، القادسية وهو الفريق الذي ودع دوري زين بعد خسارته أخيرا أمام النصر في المباراة الأخيرة في الدوري، الفريق يودع، وبالأمس أعضاء شرف القادسية حسب ما علمنا يستعدون لاجتماع يشمل عشرات أعضاء الشرف من نادي القادسية تحت شعار القادسية للجميع. وضع القادسية كيف وصل إلى هذه الحالة في هذا التقرير مع فهد الغامدي. ملايين صرفت ومجهود بذل والحصيلة 18 نقطة فقط، والمآل دور الدرجة الأولى. القادسية اسم لمع في سماء التميز عبر تاريخه، وفريق استطاع أن يصنع لنفسه اسما ومكانا بين الأندية السعودية، لكنه الآن يعود لدور الأولى ويترنح بين مشاكل وخلافات على جميع الأصعدة. القادسية الذي حقق يوما ما كأس ولي العهد وكأس الكؤوس الأسوية وكأس الأمير فيصل بن فهد، ها هو يعاني ويدفع ثمن خلافات نشأت خارج المستطيل الأخضر وألغت بظلالها على الفرقة القدساوية. أجمل وهزت الشباك القدساوية، وداعية يا قدساويين، وداعية وداعية يا قادسية وداعية. خلافات صنعها أبناء القادسية بأيديهم ليجدوا أنفسهم وقد جلبوا بطاقة الهبوط لناد كان يتطلع منهم أن يكونوا قلبا واحدا من أجل القادسية. الجماهير القدساوية والسعودية بشكل عام تقف متسائلة، من فعل ذلك بالقادسية؟ أين هو مكمن الخلل؟ لماذا كل هذه الخلافات في البيت القدساوي؟ ولما كل هذه الحروب الإعلامية التي يخوضها بنو قادس؟ ومن بيده إنقاذ كيان عصفت به المشاكل والخلافات داخل البيت القدساوي؟ على الهاتف ارحب بالاستاذ عبد الله الهزاع رئيس مجلس اداره نادي القادسيه. استاذ عبد الله مساء الخير. اعطوني صوتي يا شباب انا ما اسمع. استاذ عبد الله تسمعني؟ اسمعك. اهلا وسهلا فيك الغالي. هلا بيك. استاذ عبد الله الان
آخر شيء سمعناه بالأمس أنه في أعضاء شرف للقادسية يستعدون لاجتماع تحت شعار القادسية للجميع، وسيعرضون عليكم على إدارة القادسية أن تستقيل ويتولون هم تشكيل إدارة وإدارة المرحلة القادمة للفريق. وصلكم شيء ولا هذا فقط كلام في الإعلام؟ لا، إلى الآن ما وصلنا شيء، لكن أنا اتصل فيني بعض الأخوة أعضاء الشرف وطرح علي الفكرة. قلت بالعكس، إحنا مرحبين بأي لقاء يجمع إدارة النادي بأعضاء شرف، لأن إحنا بالنسبة لنا كإدارة حالية إحنا تعرف لسه بقينا 3 سنوات يعني كإدارة منتخبة نعم. لكن المهم عندنا الآن أن لو فيه اجتماع، أهم حاجة يعني حسب اللوائح أن يكون تأسيس للمجلس الشرفي، وهذا كنا نطالب فيه العام الماضي وقبل العام الماضي. فإحنا بالعكس يعني أي شيء فيه مصلحة النادي، مصلحة الجميع، بالعكس إحنا معها قلبا وقالبا. طيب أستاذ عبد الله، في المثلث العمل الناجح في إدارة الأعمال يقولون مال، إدارة، وكادر أو يعني قادة، طاقة بشرية يعني كوادر بشرية. نعم. إمكانيات بشرية، تحدث هنا عن لاعبين أقصد. في القادسية فيه الإدارة وفيه فلوس، بالرغم يعني أعتقد أنه أنتم أفضل حالا من كثير من الأندية، وفي نفس الوقت عندكم لاعبين جيدين في مواهب، لماذا تهبطون للموسم الثالث إلى الدرجة الأولى وهذه الإمكانيات كلها عندكم؟ في أحد الأضلاع في مشكلة؟ لا، أنا أجاوب بكل بساطة. مشكلة القادسية من أكثر من 10 سنوات النادي كان يعتمد على أبناء النادي، اللاعبين اللي من الفئات السنية. طيب لما هبط النادي قبل 4 سنوات كان الفئات السنية في الدرجة دوري المناطق، سواء فئة الشباب أو فئة الناشئين. لما جينا والنادي في الدرجة الأولى، النادي ما كان فيه فئات سنية على مستوى. الآن إحنا من 3 سنوات بدأنا في بناء قاعدة في البراعم، في الناشئين، في الشباب. الآن الشباب والناشئين في الدرجة الممتازة، الشباب متصدر، الناشئين في الدرجة في المركز الخامس، البراعم متصدرين دوري المنطقة، عندنا فريق أولمبي اللي هو الآن حالي يعتبر أغلبه أساسيين في الفريق الأول. الشباب هذولا هم اللي كانوا موجودين من 3 سنوات في شباب النادي، يعني 7 من اللي يلعبون كان أعمارهم 18 سنة وكان يلعبون، كان كنا أساسيين فئة الشباب. طيب يعني أنا أبغى أقوله إن ما تقدر السنة هذه إحنا خاطرنا وشاركنا بفريق أغلبه من الشباب أو من أبناء النادي، كسبناهم صراحة كوجوه جديدة. نعتقد أنهم هذول حيكونوا قوة لنا في ال5 سنوات القادمة للنادي بشكل رئيسي، وفي نفس الوقت حيكون له داعم الفئات السنية، الناشئين، الشباب، من خلفهم البراعم، هذه كلها حتهيئ وضع. احنا ما كنا نقدر يعني نوجد فريق قوي وينافس من غير قاعدة. الآن الحمد لله القاعدة متوفرة، الموسم القادم إذا كان في الدرجة الأولى بإذن الله يعني الشباب بنحاول نحافظ عليهم علشان يعني يمارسون سنة زيادة لعب مع يعني كتيم كامل. السنة هذه أول مرة لهم يلعبون في الدوري الممتاز. يعني أستاذ عبد الله معلش، أنتم الآن قصدك أنكم أنتم غامرتوا ودفعتوا ثمن البناء لأنه ما كان فيه قاعدة، وقاعدين تأسسون هالقاعدة ودفعتم ثمن لذلك الهبوط. شوف، الهبوط ما هي نهاية العالم، لكن اللي أنا حستفيد منه من الهبوط أني الفريق هذا حيرجع يكون نفسه أو يساهم في مزيد من الانسجام للموسم القادم. طيب هذا اللي احنا نبغى نفكر فيه الآن. السر تكرر أنه يعني نعرف يا أستاذ عبد الله أنه أي نادي يتعرض لمحنة قوية ولمشكلة ويعني موقف صعب في الدوري ويهبط ثم يرجع بقرار، هنا تحدث ربما انتفاضة داخل النادي لأنه خرج من موقف صعب جدا. اللي يحصل في القادسية العكس، كل سنة يصير معها هالموقف ويرجع. هل أنتم تعودتوا على المسألة أنه والله ترجعون بقرار وبالتالي ما عاد في عمل؟ لا، 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 معلش اسمح لي في هالكلمة. من 2 سنوات القادسية ما هبطت، اللي هبط الرائد ونجران وتم زيادة الفرق. طيب العام الماضي احنا اخطاء تحكيميه قتلت
الفريق في عدد كبير من المباريات أخسر أكثر من 20 نقطة، وهذا كل شيء يعني واضح. يعني كان ممكن أكون من ضمن ثمانية الأبطال العام الماضي، لكن خسارتي لعدد كبير من النقاط في مباريات يعني بشكل واضح. السنة هذه في أخطاء تحكيمية قاتلة بالنسبة للقادسية، آخرها مهزلة حصلت في يوم الجمعة، يعني لما يطرد لاعب في أول نص ساعة من خطأ قطع كرة سبحان الله. في برنامج الصافرة من يومين شفت أربع أخطاء في أربع مباريات مختلفة، اللي هي هجر والاتحاد، القادسية والنصر، الرائد والتعاون، والأهلي والشباب. أربع كروت، أربع فاولات صدر عليها ثلاث كروت صفر للاعبين في المباريات الأخرى. إحنا أقل خطأ يعتبر وهو مش خطأ طلع كرت أحمر مباشرة. يعني خطأ زي هذا، مباراة حاسمة زي هذه، فهد المرداسي حكم لنا مباراة مع الاتحاد في الدور الأول في أول ربع ساعة صار فيه فاول، يعني أنا أقول لك يا فاول قاسي انكسر عليه الضلعين لأحد اللاعبين في الدور الأول، ما أعطاه حتى كرت أصفر. هذه ضربة بسيطة في قدم اللاعب المنافس يطرد عليها، هذه فيها عدد كبير من الاحتماليات، احتمال أن الحكم ما كان مركز، كان مندفع. إذا كان عنده مشاكل أوكي ما يجي يحطها في مباراة حساسة، يعني في مباريات يكون أقل رحمة، مشاكل مع مين؟ يكون رحيم مع مين؟ مباراة هذه مباراة حساسة يطلع لي أحمر في أول نص ساعة على ضربة مش فاول، قطع كرة. طيب يعني خطأ زي هذا أنا أقول لك إياها، الـ 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 يعني مبدأ الـ يعني اللاعبين الشباب لما يشوفون الظلم متوجه بشكل كبير في المباريات يبدأ الإحباط عندهم. طيب كل الأندية أستاذ عبد الله، يعني أنتم بس 10 مباريات أستاذ عبد الله، الأندية أغلبها تتعرض لمثل هالأخطاء. لا أنا أجزم لك أن الأخطاء اللي حصلت للقادسية كانت مضاعفة. طيب ليه؟ يعني ما عندنا صوت إعلامي قوي، ما عندنا خبرة قوية في مواجهة الإعلام، إحنا صوتنا ضعيف أنا أقول لك إياه، ما عندنا تأثير على يعني شوف ضربة جزاء حسبت على الأهلي قامت عليها القيامة في مباراة الفتح، ضربة جزاء ما حسبت للهلال قدام التعاون قامت عليها القيامة. يا أخي أنا لي ضربات جزاء، أنا يطرد لاعبيني في أول نص ساعة مرتين في مباريات، ويعني يكون الوضع قاسي علي ويكون رحيم على الآخرين. هنا هذه المصيبة. أنا ما أتكلم، أنا أوكي أنا بقولك أستحق الهبوط لأسباب كثيرة، لكن إذا المستوى التحكيم صار بالشكل هذا يبغى فريق ينزل يا أخي، ما نتعب نفسنا وننزل من البداية. طيب أستاذ عبد الله أخيرا، أنت الحين السنة الثانية ما نجحت كإدارة، أنت تفكر بأنك تترك النادي؟ والله شوف التفكير موجود، لكن ما نقدر نترك النادي بالوقت هذا، وأنا قد صرحت قبل أسبوعين في حال الهبوط يمكن ما أترك النادي، أترك النادي لما يرجع مرة ثانية، لكن في حالة البقاء أنا أرجح الاستقالة. لأن إحنا أدينا اللي علينا، يكفي إن إحنا عدنا الفريق إحنا استلمناه في الدرجة الأولى فارغ من الفئات السنية وفارغ من اللاعبين اللي تحت 25 سنة، يعني الآن الحمد لله 90% من الفريق الأول كلهم تحت 23 سنة. يعني أنت جالس الآن في النادي؟ والله على حسب رغبة الإخوان في أعضاء مجلس الإدارة، يعني أعتقد الأسبوع الجاي حيكون يوم حاسم، احتمال كبير أن احنا نصبر إلين ما نعيد الفريق الممتاز وبعدها يكون هو آخر موسم لنا. وش تنتظرون يعني أنتم الأسبوع الجاي؟ إيش معنى الأسبوع الجاي بالذات؟ اجتماع رسمي مجلس إدارة. ومن خلاله عليه، لأن في جزئية مهمة جدا يمكن الشارع الرياضي ما هو فاهمها أو المحبي النادي مش عارفينها. إحنا تقريبا شبه استثمرنا في النادي، استثمارنا طبعا مختلف، إحنا عندنا بعض أعضاء مجلس الإدارة كل عضو ماسك له لعبة ومشرف عليها. طيب. بعضهم انتهى الموسم حقه، بعضهم لسه ما انتهى، بعضهم عنده خطة لأكثر من سنة الموسم هذا والموسم الجاي، يعني تولى الإشراف والصرف عليها كدعم. طيب. للألعاب هذه، فما أقدر يعني أتخذ قرار يطيح بخطط
الاخوان اللي يعتبرون داعمين للالعاب هذه. طيب انت في اللقطه اللي على الشاشه فيه كلام انه في عقوبه بشانك، وش اللي صار بينك وبين المهنة وبذلك ربما يصير عقوبه؟ العقوبه اللي قصد فيها دخولي الملعب الاخضر، هذا اللي تقصده؟ ما اعرف، انا هو في عقوبه بس هل صار بينك وبين عمر المهنة شيء؟ اقصد انه انا رحت سالته سؤال، قلت له انا يعني اعترضت على فهد المرداسي في تولي هذه المباراة، يعني حكم لي قبل مباراتين يجي يحكم لي الآن، قلت له يعني شوف لي حكم آخر، خاصة أن المرداسي في مباراة حاسمة العام نجران والتعاون في نجران المباراة انقلبت إلى صالح نجران وتوقف عليها الحكم ثلاثة شهور أعتقد. فقلت له يعني أنا ما نبغى نحط مجال الريبة والشك والحساسية الموقف، شوف حكم ثاني. طيب فأكد لي أنه بالعكس أنا ثقته كبيرة في الحكم وأنه حيتأكدوا حتاخذوا حقوقكم بين الشوطين. قلت له تفضل، يعني الطرد في أول نص ساعة من ضربة ما تحتسب فاول، قطع كرة. طيب طبعا الأخ علي المطلق اللي نحترمه ونقدره في تحليله لهذا قال هذا اعتداء على مفصل اللاعب ويستحق عليها كرت أصفر. طيب يعني الفاول أنه طرد. برضه انا بسال في نفس الحلقه الاهلي والشباب وندل من الخلف ما كان على الكره من الخلف يعني زي ما تقول داس على مفصل الجيزاوي. طيب قلتين اخذ عليه كرت اصفر، قال كرت اصفر مستحق ما يحتاج كرت احمر. طيب ايش الفرق بينهم؟ طيب يعني هذه حلال وهذه حرام. طيب انا كنت يعني اتمنى مقياس الكروت الحمراء مش موجود عندنا له مقياس عادل. طيب انا كنت اتمنى انه معالي المطلق يكون في نفس الحلقه انك ترتب مداخله. والله انا 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 طيب. انا اثق فيه واتمنى انه يراجع نفسه. طيب لان الاصابه هذه غير الاصابه هذه. طيب كيف هذه تصير احمر وهذه كيف تصير اصفر؟ عموما انت ما عاد عندك امل انك يصير في قرار وتبقى، وصلكم انه خلاص انتهى الموضوع. نبقى ايش؟ يعني في قرار ربما حديث عن زياده او كذا والبقاء. والله يا اخي العزيز الان انا مركز على شغلتين، اول شيء نعد الفريق للدرجه الاولى للموسم الجاي، والشغله الثانيه يعني عندنا ثلاث جولات حاسمه للفريق الشباب، اذا فزنا فيها اخذنا دوري ممتاز للشباب. شكرا لك. هذه اللي مركز عليها اليومين هذه. شكرا لك استاذ عبد الله هزار رئيس مجلس اداره نادي القادسيه. اتوقف الان مع فاصل، بعده نعود لمتابعه الجزء الثاني من الملعب وفيه. الاتحاد يواصل صدارة مجموعته ويقترب من التأهل، والهلال ينهي مسلسل التعادلات بصعوبة أمام الشباب الإماراتي. اهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من الملعب. ضيوفنا سامي اليوسف رئيس القسم الرياضي في العربيه النت وهتان نجار الصحفي في جريده الرياض السعوديه. اهلا بكم. قبل الفاصل كنا نستمع الى حديث للاستاذ عبد الله الزعزع. سامي ابدا معك، لماذا يعني اعطيني رايك بس على كلام الاستاذ عبد الله. الاستاذ عبد الله قاعد يبرر، يعني يبرر فشله الذريع، يعني انجاز التحرير. رجل مو راضي يعترف انه فشل، يعني بس الرجال قاعد يقول لك انا قاعد اسس الان قاعده تأسس. وعنده لاعبين وفريق وتهبط، فريق الشباب متصدر الان، جمهور ما يبغى الحين. ريال مدريد لو ما يجيب الدوري ستقوم قائمه، الهلال الان رغم انه جايب بطوله واليوم فايز ما الانتقادات كبيره، بس نتكلم عن الجمهور. فريق مؤسس، الجمهور الفريق مو مؤسس. الجمهور انت تتكلم منطق الرياضي الواقع، انت الواقعي اللي انت تعيشه،
لما انت من كوكب اخر ولا انت في دوله اخرى، انت تخاطب الجمهور السعودي، الجمهور السعودي ينظر لكره القدم والفريق الاول هو الواجهه. مساله انك تاسس وما الى ذلك ما راح ينظر، ما راح ينظر لها. بيقولون ايه صحيح جبت والله بطوله الشباب لكنك هبطت من الممتاز الدرجه الاولى. قد الاداره القدساويه مثل ما قال التقرير صرفت ملايين او جاءها ملايين لم تحسن يعني التعامل معها. الاداره القدسيه يعني مثل الطالب الذي منح اكثر من فرصه وما زال يرسب. اوكي؟ الاداره القدسويه الان يعني نفرت حتى ابناء القادسيه المعروفين في الخبر. يعني كلنا نتحدث مثلا في الفتره الماضيه اين فلان واين فلان اللي هم القدساويين المعروفين، مش متواجدين ولا هم حول ناديهم. وانا استغرب مثلا لما يجي والله رئيس نادي يقول لك انا ابغى اسس المجلس الشرفي. يا اخي انت الان ايش سويت في النادي بالضبط؟ تقول انا عندي استثمارات وانا عندي فرق ما انتهت، طيب وش الفرق اللي تفوقت فيها الان؟ نبي نفهم. اليد، طائره، سله، القدم، هذه ابرز الالعاب. طيب يعني وين التفوق؟ بفهم يعني جبت بطوله لقب مثلا الماء، يعني ما القدسيه معروفه في الماء قبل ما يجي عبد الله حزه، وهذا الفريق نتاج اهتمام عضو شرف اسمه احمد الزامل، وجاء من بعد احمد الزامل حتى في عهد يمكن علي بدغيش وفي عهد ادارات اخرى خلفت الرجلين. القدسيه متفوقه في الماء، في المصارعه، هذه حافظينها حفظ يعني، وكانت في السابق في اليد. يجب 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 ان يعترف الاخ الصديق العزيز عبد الله الزعيم انه فشل. طيب عتان، والله واضح تاثير الهبوط على كلام الاستاذ عبد الله حقيقه، يعني كان متشنج ومحتقن حقيقه، ويعني بعض الاحيان لا يلام حقيقه، ولكن في النهايه زي ما تفضل اخوي سامي، الاستاذ عبد الله لم يعمل بشكل صحيح ولم يستفد من اخطاء الماضي. يعني اخطاء الماضي نحن نعلم، يعني الفريق القدساوي كان على وشك الهبوط لولا الاشكاليه التي حدثت لفريق الوحده وهبط. اعتقد ان الفريق القدساوي في هذا الموسم ربما حسناته الوحيده هو التعاقد مع المدرب البرتغالي ماريانو، وما عدا ذلك لم تكن هناك اي لمسات واضافات للاداره القدساويه على الفريق. الغريب في الامر يعني حتى سبق ان تحدثت مع المدرب ماريانو، ذكر لي انه هو كان بيستغرب كيف يتم التفريط في لاعب مثل حاج بوقاش اللي بيعتبره حقيقه هو نصف الفريق، يعني كان من ضمن الاسئله، وكان الرجل حقيقه غير متفائل بمستقبل الفريق، وهذا ما حدث فعلا عندما هبط للدرجة الأولى. أنا لا أعتقد أن الإشكالية في عمر المهنة أو فهد المرداس أو راي علي المطلق أو يقارن حالات سابقة لأندية مع فريقه، فريق القادسية مع احترام له. بس هناك أسماء شابة ولكن للأسف الشديد لم يتم توليفها بالشكل الصحيح. هذا اللي بسألك عنه هتام، معليش، هو رجل الآن يتحدث ويراهن على قاعدة للفريق، يقول أنا جيت فريق ما فيه شيء أصلا، والفريق القادسيه معروف ان الفرق اللي الموارد الماديه قليله تعتمد في الاساس على المدرسه اللي عنده، على اللاعبين، على الناشئين، على الشباب، يعني صعب الاستقطاب من انديه اخرى لان ما عندهم ماده، فهم يعتمدون على اللي عندهم، وبالتالي بدا من جديد لكي يعني يؤسس لقاعده جيده. والدليل انه فرق السنية عنده تنافس، فريق الشباب متصدر الان لدوري الشباب مع الفرق الكبيره اللي موجوده فيه، هذا الا يشفع للرجل انه على الاقل قدم عمل جيد في هذا الجانب؟ هذا كلامه طبعا هو. والله شوف، هي لعبة كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى، وفريق القدسية الأول هبط، يعني ربما هذا فيما لو حقق لقب دوري الشباب أعتقد لن يشفع له أمام الجماهير القدساوية. صحيح فريق القادسية منذ سنوات طويلة يعتبر مصدر جيد للاعبين، ولكن في على مستوى أيضا فريق درجة الشباب الجهود الكبيرة التي بذلها الكابتن بندر بصريح والكابتن اللي هو مدرب الفريق الحالي ان ما خاب ظني اسمه سالم الشهري، حقيقه قاموا بجهد كبير في صناعه توليفه جيده من اللاعبين. طيب تابعت فريق القادسيه لدرجه الشباب وكان فريق مميز حقيقه ويضم عناصر جيده، ستكون باذن الله تعالى في المستقبل القريب تلعب دور بارز في عوده القادسيه للدوري الممتاز. طيب لان القادسيه فيما لو استمر بالوضع الحالي ربما الموسم المقبل لا يعود لدوري زين. سامي عندك تعليق؟ يعني قصدي التتمة، هل نختزل مثلا اسباب هبوط القدسيه ما نقول اداره عبد الله الزعيم، نقول والله المرداسي والسبب والعمر في اخر مباراه او بلنتيات. اليوم الهلال طيب لم يحسب له بلنتي واضح وكان مهزوم وفاز. طيب يعني ما يمكن، انت قل كلام منطقي يعني عشان احنا نستوعب. طيب عموما تفرط في بوقاش مثلا وفي لاعبين ثم تاتي تقول لي انا بركز على لاعبين، نفس الكلام هذا انا سامع من عبد الله الزاع، بركز على لاعبين شباب واعمارهم ما ادري بكم قبل سنتين او 3 سنوات في اتصالات في معه. عموما
ندخل الآن نغلق الملف القضايا السعودية المحلية تحدث، ننتقل إلى آسيا. اليوم الاتحاد والهلال لعبوا في آسيا. نبدأ أولا بالاتحاد الذي تعادل في مجموعته مع بنياس، والمباراة الأخرى اللي كانت في المجموعة، طيب طلعوها انتريت منها الهواء، مجموعة بنياس تعادل مع الاتحاد، والمباراة الأخرى التي لعبت في نفس المجموعة العربية فوزوا على باختكور 1-0. الاتحاد بتعادل اليوم يواصل وصدر لمجموعته، لعب مباراة متوسطة استطاع من خلالها المدرب، ويبدو أن المدرب كانت أحد أهدافه أن يخرج بالتعادل. أهم لحظات المباراة، هكذا هي نهاية مباراة الحكم اللقاء، وهو الحكم الكوري الجنوبي كيم دون الذي سيطلق صافرة. نعم أيها السيدات والسادة، أحبتي أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم، محدثكم عبد الله الغامدي للوصف والتعليق على هذه المباراة. أحييكم وأرحب بكم، فسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. بعد ذلك تخبط في الدوري والمغادرة هنا العرضية، وهنا الفرصة لبنياس حداري من كرة خطيرة لبنياس، استلام من عبدو يلعب للكرة باتجاه التاري لعبدو، عبدو يتقدم، عبدو يلعب للكرة عرضية وصلت إلى الأمام، فرصة إلى فوزي، والكرة يبعد محمد خلف، لقطة للاتحاد. نجم أتلتيك بلباو سابقا لكن الخطأ ينفذ فريد، خطيرة جدا هذه الكرة، إنك تريد الخروج بالتعادل. يتقدم مشعل يمرر الكرة باتجاه فوزي، فوزي يحاول النجم المغربي يرسل الكرة عرضية باتجاه مشعل، الله، لكن نحن نقول الله يستر من هذه الكرة، فرصة خطيرة تبعد من مبروك مستبعان يخلصها، وصافرة النهاية. أيها الأحبة، أيها السيدات والسادة، متابعينا مشاهدينا أينما كنتم بالوطن العربي الكبير من بوابة دوري أبطال آسيا للمحترفين، ها هي هذه المباراة تنتهي، ومباراة الاتحاد وبنياس الإماراتي في ملعب بنياس في أبو ظبي في الإمارات تنتهي المباراة أيها الأحبة بنتيجة التعادل السلبي. كما قلت الاتحاد يواصل صدارة لهذه المجموعة بعد التعادل بعشر نقاط في مجموعته. نشاهد الآن الترتيب، يأتي بعده باختكور بسبع نقاط، ثم بنياس بخمس نقاط، أخيرا العربي فاز الشباب اليوم صح؟ عنده صفر شلون؟ طيب عموما هو في المركز الأخير حتى لو كان يعني فايز. لا العربي خسر ما فاز، 1-0 بس، ما اعرف انا ملخبط. طيب سامي اسالك عن الاتحاد اليوم، قلت قبل قليل انا بانه المدرب ربما تشعر من خلال تشكيلته ولعب المباراه انه كان يبحث عن التعادل، هل ظروف الاتحاد ما كانت جيده وبالتالي يقول خليني انا اطلع التعادل من المباراه لين تتحسن ظروفي تتعدل على اعتبار انه مقبل على مشاركه ايضا في محليه هنا؟ والله الاتحاد اول شيء لم يخسر مع كنيدا، يعني فعلا انا اتفق معك، يمكن كان يرمي الى الخروج لعب بطريقه متوازنه على مدار الشوطين، كان يعني يعزز مثلا ثقافه مباريات الذهاب والاياب، لكن انا بتصوري انه كان ممكن يعرض نفسه للاتحاد، يعرض الاتحاد للخطر، يعني في الشوط الثاني لاحظنا اكثر من فرصتين صحيح. يعني محققتين لفريق بنياس، كاد ان يخسر الاتحاد المباراه، ولكن الشوط الأول ظهر بشكل أفضل، تأمين دفاعي كبير، يعني أنا أعتبر يمكن سعود كرير اليوم هو نجم المباراة الأول، ظل كان بنفس الطريقة أنه يبقي على هزازي في المقدمة وحيدا، وهذه يعاني منها حقيقة الفريق الاتحادي. نعم. في الشوط الثاني لاحظنا مثل التوجه اللي قلت عنه بسحبه لأبرز عناصر الفريق، نايف وعبده،
وحصلت ممكن يكون في فرصة يعني في الشوط الثاني، ولكن ما لم يكتب الله يعني للاتحاد انه طيب. يستثمرها. لكن اللي انا اقوله كنا نتمنى انه يفرق اليوم، يعني بدال ما تكون اليوم يعني فرق 3 نقاط مع بختكور انه يكون فرق ممكن اكبر، ممكن يعلن ان نفسه متاهل اليوم، انه متاهل رسمية. يبحث عن تامين المركز الاول طيب. الان اصبح مطالب انه المباراه القادمه لابد ان يفوز، المباراتين القادمتين يفوز لكي يعلن تاهله الرسمي والبقاء على حظوظه في الصداره لكي يلعب على الارض. طيب حتى أنا اليوم مثل ما قال سامي مدرب الاتحاد فرط في فرصة أن يعلن نفسه على الأقل متأهل بشكل رسمي، ثم يبحث عن ضمان الصدارة بهدوء ويتفرغ أيضا لمشاركة المحلية. لماذا برأيك اليوم مدرب الاتحاد فنيا يعني يعتبرونه بالغ في الدفاع؟ واضح أنه ما أعرف فنيا يعني حتى على المستوى الاستوديوهات التحليلية تابعتها المباراة يقولون بأنه مدرب يعني يوحي لك بأنه كان يبحث عن التعادل اليوم. والله شوف اخوي عادل، يعني ممكن تقريبا اتفق مع الاخ سامي فيما ذكر، ولكن بالنسبه للمدرب كنيدا الكل لاحظ منذ حضوره واستلامه مهمه تدريب الفريق الاتحادي، الرجل اعاد تنظيم دفاع الاتحاد بشكل كبير، وان كان البعض يرى في بعض الاحيان انه يبالغ في طريقته الدفاعيه. اليوم الاتحاد كان يلعب خارج ارضه وامام فريق ايضا كان يبحث عن انتصار يعيد للمنافسه، خاصه مع الانتصارات اللي بحقيقة فريق بختكور وكان أخيرها اليوم أمام فريق العربي بهدف دون مقابل. أنا أعتقد أن مدرب الاتحاد كان له نهج يطبقه حتى وهو يلعب في جدة، وهو محاولة الاعتماد على الكرات المرتدة والاستفادة من سرعة اللاعب المغربي فوزي عبد الغني. لكن الظاهر الآن أنه المدرب بيواجه مشكلة أنه العناصر الأجنبية ما بتخدم الفريق بالشكل المطلوب. زيد على ذلك ان حسني عبد ربه كان عايد من الاصابه، وبالتالي كان بالامكان ان هو يضبط خط المنتصف الى جانب غياب محمد نور، انا اعتقد انه له تاثير على اداء الفريق الاتحادي خاصه في النواحي الهجوميه للدوره الكبيره الذي يقوم فيه الكابتن محمد. يعني هو لانه ظروفه صعبه اليوم قال خليني على الاقل بهالظروف اتخلص من هالمباراه باي طريقه لو بالتعادل. والله انا اشوف ان التعادل ايجابي حتى وكانت النتيجه سلبيه، ولكن التعادل ايجابي ان تعود من الامارات بنقطه، خاصه انه فريق بني ياس له رغبه في المنافسه. صحيح ان المباراه المقبله ستكون امام فريق بختكور في اوزبكستان، لكن انا اعتقد ان الفريق الاتحادي فيما لو نجح في تحقيق تعادل سيضمن به التاهل، الى جانب انه اخر مباراه حتكون امام العربي وهي مباراه اعتبرها سهله، ستكون على ارضه بين جمهور امام الجماهير الاتحاديه. اتمنى حقيقه ان يوفق الاتحاد متصدرا، ايضا الهلال اتمنى ان يخرج متصدر حتى يتجنب المواجهه في دوره 16، نضمن ان تتاهل الانديه السعوديه لادوار متقدمه في هذه البطوله. حقيقة أنا أشيد بهذا المدرب، خاصة أنه منذ حضوره نجح في تحقيق 6 انتصارات و4 تعادلات. أيضا لا أنسى أن أشيد بالدور الكبير الذي يقوم فيه اللواء محمد بن داخل الجهني في إعادة ترتيب الفريق الاتحادي وتصحيح جميع الأخطاء التي وقع فيها بداية الموسم. وهذا الرجل حقيقة استطاع أن يصمد أمام جميع الظروف التي واجهته، تغلب على قلة الدعم في ظل العزوف الشرفي عن دعم الفريق، لكن مع ذلك صمد واستطاع أن يعيد ترتيب الوضع داخل الفريق الاتحادي، وسيكون القادم كما هو واضح أمامنا أفضل بإذن الله تعالى الجماهير الاتحادية. سامي عندك شيء تقوله؟ إيه بقول إنه الاتحاد ترى يعني حتى مع بختكور أعتقد إنه حقق نتيجة 4 جيدة لما كان يلعب في يعني قصدي في أوزبكستان، لا في أوزبكستان أعتقد الموسم الماضي أو في النسخة الماضية حقق نتيجة إيجابية. ولكن الجميل في اليوم في كنيدا انا قلتها لك انه في عمليه فهم لمباريات الذهاب والاياب، هذا فكر كويس، وعارف انه عنده مباراه جايه كان يفتقد له يعني صراحه او تفتقد له الفرق السعوديه في مشاركاتها الماضيه. طيب عموما يمكن هو الاتحاد عشم الجماهير السعوديه على اعتبار انه جاب 3 نقاط كامله، فكان يتمنون انه اليوم ايضا يسجل ويضمن، وحتى كما قال هتان يعني تجنب المواجهات السعوديه في دور ال 16 اللي مزعجه حقيقه. سنتوجه الآن إلى فاصل، بعده نعود لمتابعة الجزء الثالث من الملعب وفيه. الهلال ينهي مسلسل التعادلات بصعوبة أمام الشباب الإماراتي بهدفي العربي. والأهلي يواجه النصر الإماراتي غدا والحوسني واصل الغياب.
أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثالث من الملعب. سامي اليوسف وحتى النجار ضيوفنا في هذه الحلقة اللي بدأوا باختلاف لكنهم ما اشتاعهم في الأخير، يبدو أنهم يعني ما أحب كذا ما يختلفون، ما أحب الاتفاق. متستري بس علمني. طيب أهلا فيك سامي. أهلا وسهلا، منور سعد هذا. نذهب إلى الهلال وهو الفريق الآخر الذي اليوم لعب في آسيا. الهلال بعد 3 تعادلات يسجل اليوم أول انتصار له في دوري أبطال آسيا بفوز على الشباب الإماراتي بهدفين مقابل هدف سجلها يوسف العربي. أما الفريقين الآخرين في المجموعة أيضا نتيجة كانت جيدة للهلال على اعتبار أنهم تعادلوا، كانت التعادل بين الغرافة وبيروز. العربية اليوم يسجل هدفين في المباراة ويسجل الهلال أول انتصار له. رئيس الهلال كان على دكة البدلاء بجوار اللاعبين يسانده أهداف المباراة. هذه تحية جعفر صليح معلق هذه المباراة، صافرة البداية والبداية للفريق الزائر القادم من الإمارات، فريق الشباب الإماراتي على طول منقوله. خلاص ندخل الان في نقلات المباراه. ترى تمريره العرب اللي مرت برضو ما كانت جيده. اوه هرب سياو، هرب سياو. اوه كيزا من البرازيلي للبرازيلي في كوره واحده بس يسجل الشباب، في غفله واحده من الهلال يسجل الشباب. الشلهوب يلعب كوره بالراس، تحول دخل الجزاء، جول جول، هدف اول للهلال، جول للعربي، جول للعربي. صلح كل ما اخطا فيه في المباراه يوسف العربي، يسجل اول اهداف الزعيم، يسجل اول اهداف الهلال قبل النهايه، قبل النهايه. يوسف العربي في كره لعبت صح في وسط الملعب. نواف العابد يتحرك مهارته، مرة ليوسف العربي، مرة العربي، صوب العربي، صوب العربي، جول العربي، جول، صوب العربي، جول العربي. الله يا زعيم، إنه الزعيم يا آسيا. الكل بالانتظار، الكل يعشق لغة الانتظار، لكن أندريه يلعب بأعصاب كل الجماهير. سيداتي يا نساتي سادتي، مشاهدين الكرام، متابعينا في كل مكان، ألف مبروك للزعيم. وأخيرا فك نحس التعادلات وكسر كل التعادلات وفك لنا كل التوقعات. ألف مبروك للهلال هذا الانتصار، وبالتأكيد يحافظ على الوصافة في مجموعته. سنشاهد الآن موقف الهلال في المجموعة. البيروزي واصل الصدارة ب8 نقاط، الهلال بعده ب6 نقاط، اليوم الغرافة يتعادل وبالتالي لديه 3 نقاط، كذلك الشباب في المركز الأخير ب2. ردة الفعل بعد الفوز الهلالي من الملعب. الله يبارك فيك اخوي، نحمد الله ونشكره. صحيح ما ظهرنا بالمظهر المامول زي ما انت شايف، يعني الشوط الاول يعني ممكن سيطرنا على مجريات المباراه، لكن خطا مني وانا اتحمله واعتذر يعني لزملاء اللاعبين والجهاز الفني والاداري والجماهير الهلاليه. يعني ما كان بالحسبان صراحه، يعني اخطيت خطا واحد وتحصلوا على هدف صراحه وضغطنا زياده. زي ما انت شايف الشوط الثاني يعني الجو اثر علينا، يعني حصل فيه غبار شوي، ولكن نحمد الله ونشكر يعني 3 نقاط ومظهر يعني ما ظهرنا فيه، نحمد الله على هال3 نقاط. جميل كابتن انك تكملت تحملت الخطا وتكلمت عنه، ولكن الابرز اليوم في دفاع الهلال هناك فراغات كبيره شاهدناها في مباراه اليوم. والله زي ما شفت يعني بعض التغييرات، ممكن بخروج زميلي حسن خيرات، دخول عبد اللطيف غنا في الخانه، يعني ممكن تاثرنا شوي بتغيير المراكز، ولكن زي ما قلت لك يعني تقدمنا 2، شيء طبيعي ان الخصم يعني ما عنده اي شيء يخسره، يعني ضغط علينا، ولكن نحمد الله ونشكر يعني صمدنا لاخر دقيقه ونحمد الله على الفوز. والحمد لله ربحنا اليوم، احنا فرحانين علاش غرفه داروا تعادل في ايران، وحنا قال لنا المدرب الى باغين
نتبعوا الطريق في ليغ دي شامبيون، لازم اليوم نربحوا ونسجلوه. هو كان مباراه صعيبه شويه، ولكن الحمد لله فرحنا بزاف باش مينا ربحنا هذه المباراه. اليوم يمكن المستوى ما كان المستوى اللي كان يبغاه الجمهور. صح صح، علاش اخر مباريات صراحه يوسف الهلال لم يظهر بمستوى كبير. واه صح، المباريات اللي لعبناها مع المنتخب ما كانش كويس، ودابا رجعنا مزيان. حنا عارفين الشامبيون ساله، وباقي لينا غير ليغ دي شامبيون والكينغ كاب، ولازم حنا بغينا نربح واحد الكاس، وان شاء الله غادي نزيدوا الطريق باش نربحوا. اليوم يوسف قدم احلى مباراه، نتحدث عن هدفين ونتحدث عن مهارات كبيره ظهرت اليوم. وصح صح، كان لاعبين كبير معنا، ولكن الحمد لله اليوم غير 11 لاعبين اللي بدا المباراه اللي لاعبين كويسين. كان صعيب شويه، ولكن الحمد لله سجلنا الثاني، ودابا غادي نسرحوا شويه وغادي نلعبوا في الاتحاد نهار الاحد ان شاء الله. مهمه قويه امام الاتحاد، وان شاء الله لازم دربي كبير في السعودية. مرة ثانية نقول مبروك للهلال، بالتأكيد ردة الفعل سامي فيه حتى من الجماهير أنه فرحانين بالفوز بالتأكيد بعد 3 تعادلات، لكنهم أيضا ما زالوا يواصلون القلق على فريقهم، هذا قلق مبرر؟ وش طبعا ما في شيء قلق مبرر، الحمد لله على الفوز. طبعا هذا فوز بعد تعادلات، كسر نحس التعادلات الهلال اليوم. لكن خليني اولا اؤكد على انه الجمهور في تويتر مالي، يعني في تويتر انتقادات وكل شيء في الهلال تجي في قبل المباراه، خصوصا يعني انه قبل المباراه في نتيجه ايجابيه تعطيك شوي حافز، مثل ما تكلم الكابتن العربي الغرافه يتعادل مع بيروزي في ايران يعطيك امل حتى انك تتصدر، يعني على قياسا على المباريات القادمه. ما تجد ذاك الجمهور الكبير اللي يعني تعود مثلا الهلال او لاعب الهلال، او حتى يمكن سامي لما كان يلعب يقول لك انا لما ادخل ملعب والتفت على المدرج واشوف المليان يعطيني حافز كبير. ما تجد ذاك الدعم الكبير الشعور، يعني انت بس طيب اليوم حضور الجماهيري تتكلم؟ انا اتكلم اول شيء عن الحضور الجماهيري، حضور الجماهيري لم يكن. ليش برايك؟ ردت فعل مستوى الهلال؟ والله ممكن يكون ردت فعل، لكن انت مطالب، انت يعني مو عشان تكون جمهور فوز، لا تصير جمهور فوز انت يعني. يا اخي تعال وقم بدورك وساند الفريق حتى في اصعب الظروف، يعني انت الحين لما انت وانا فايز ماني محتاجك، لما تكون في محنه انت تحتاج الى وقفتي يا اخي، مو صحيح. لما وقت الفرح تجي تساندني وتحتفل معي، يعني اوكي هذا مطلوب، ولكن المطلوب اكثر انك توقف مع الفريق في عندما يحتاجك الفريق، عندما يحتاجك لاعبين، خصوصا في الظروف اللي يعانيها الفريق من غيابات ونقص وما الى ذلك، ودروب في المعنويات كبير جدا، مدرب ما هو في مستوى الطموحات. اليوم طبعا هو امتداد لمستويات الهلال الغير مقنعه، ما ابغى اقول سيئه، ابغى اقول الغير مقنعه، يعني اليوم احنا خلينا نكون عمليين، نحكم على المباراه من ناحيه عمليه، الفريق حقق 3 نقاط، الغرافه تعادل قبلها، انت قلصت الفارق مع المتصدر، قدامك مباراه حتلعبها يعني زي ما يقولون حياه وموت هناك في مع بيروزي، على الاقل يجب انك تخرج بنتيجه ايجابيه تعادل، ثم هنا تلعب مباراه قمه وصعبه جدا امام خصم عنيد ومتعود انه يحرجك مثل الغرافه لكي تكسب المركز الاول وتامن المواجهات اللي تحدثت. كل الظروف تساعد الهلال حقيقه ان شاء الله، يعني المجموعه هذه تتكلم، يعني الان هو رغم التعادلات القاتله المميته، يعني معنويات جماهير وحتى انصاء يعني الفريق اللاعبين والاداريين والمحبطه لرئيس النادي رغم البذل الكبير اللي قدمه، الا انه الان ما شاء الله الظروف اصبحت مواتيه، يعني اكثر ظروف المجموعه. اي نعم، احنا نتكلم الان عن الاطار العام، لكن طيب. انت لما تجي تتحدث عن المباراه تقول السيد هسك اليوم يعني وضح غياب اسامه هوساوي، رغم انه اسامه هوساوي ما هو يلعب ذا الموسم بمستواه المعروف والمعهود عنه، ولكن بقي غيابه يشكل نقطة فراغ كبيرة. اليوم أنا أبدي إعجابي الكبير والمتجدد والمتنابي بعادل هرماش، أنا معجب جدا بهذا اللاعب، شخصية في الملعب يعطيك يعني شخصية تنعكس على شخصية الفريق، يعني كنت أتمنى أن يبتدي فيه كمحور طبعا ثابت. حسن خيرات اليوم بصفة عامة الدفاع كان أسوأ، يعني الهلال يعاني من سوء الدفاع، ولكن في هذه المباراة تحديدا كانت أخطاء قاتلة. طيب المرشدي يعترف بالهدف، يعني تمريرة أقل ما يقال عنها أنك يجب أنك تتعامل معها بطريقة أفضل من كذا،
يعني من اساسيات او بجديات الكره التعامل معها، تفقدها وتحول هدف. انظر لخيرات حتى عندما فقد شو اسمه المرشد الكره، وين كان موقع خيرات وكيف تفاعل وكيف كان رده فعله. نجي للقطات اخرى كيف يقدم خيرات، فكانت تغييره يمكن افضل قرارات السيد هاسك. انا كنت اتمنى انه يبتدي بما انه يلعب على ارضه ومحتاج الفوز، وقبل الغرافه كان يعني معطيك نتيجه ايجابيه كويسه محفزه انك تلعب بمهاجمين اللي هم الكوري والعربي. العربي يثبت مجددا انه مفيد للهلال في هذه المرحله. طبعا ما في شك، انا قلت لك غياب ولي غياب هوساوي مؤثر جدا، ولكن عمليا انت يجب انك يعني تقول نتيجه ايجابيه جدا، يجب انك تنظر للامام. حتى انا الهلال اليوم يفوز، وكما قلت مع سامي بانه الظروف في هالمجموعه كانت تقول الهلال تصدر، على اعتبار انه المباريات الاخرى تعادل، حتى اليوم الفريق البيروزي تعادل مع الغرافه، فمع ذلك الهلال لم يستفد من تعادلات في هالمجموعه خلال المباريات الماضيه. اليوم ايضا الجماهير ما هي بذاك السعاده بهالتعادل. هل تعتقد بانه هالمباراه بتكون هي فقط المنعطف، يعني يبدا الهلال خلاص يفك التعادلات ويقدم الانتصارات؟ والله انا اعتقد الانتصار كان انتصار معنوي وهام جدا للفريق الهلالي، خاصه مع التعادل اللي حققه فريق الغرافه على ارض بيروزي. انا اعتقد ان الهلال في مباراته المقبله امام بيروزي سيكون له كلمه ان شاء الله تعالى، خاصه ان الهلال في البطوله الاسيويه عودنا انه يقدم كره جميله خاصه عندما يلعب خارج ارضه. طبعا انا اليوم لاحظت سواء في تحريص في الكلام اللي قاله الكابتن سامي الجابر او الاخ سامي اليوسف بخصوص الغياب الجماهيري، انا اعتقد انه الجماهير الهلاليه دائما حاضره، وربما غيابها اليوم للظروف اللي واجهتها مدينه الرياض سواء من الامطار او الغبار، خلاف ان التوقيت المتاخر ومصادفه مباراه ريال مدريد وبايرن في دوري ابطال اوروبا كان له دور انه الجماهير ممكن تتشجع بشكل اكبر ان هي تبقى في منازلها وتتابع مباراتي الهلال ومباراه دوري ابطال اوروبا. عموما انا اعتقد ان الهلاليين كافه يتفقوا على ان المدرب هاسك حقيقه بيرتكب العديد من الاخطاء الفنيه كما شاهدناها اليوم في مباراه الشباب. كان هناك خطا انه هو كان بيحجم الكابتن عادل هرماش خاصه في الشوط الاول، ولكن عندما حرره في الشوط الثاني استطاع ان يتحرك نواف العابد وسالم الدوسري بطريقه افضل، وساهم ايضا دخول الكوري لسوفي خدمه يوسف العربي للتحرك والتسجيل. طيب انا اعتقد ان الهلال في المرحله المقبله بحاجه الى تكاتف رجالاته وجماهيره، ايضا اعاده الثقه للجهاز الفني واللاعبين. طيب ليحققوا نتائج ايجابيه. خلينا نشوف اسمح لي بس بنتكلم عن الهلال، ما زلنا في الهلال، بس خلينا نشوف اول شيء حديث سامي الجابر اللي جبت طاريه انت في بعد نهايه المباراه مع زميلنا فيصل الملوقي. اول شيء الحمد لله، يعني انتصار مهم لكن تبقى النتيجه مقنعه، لكن المستوى مو مقنع. المباراه لها عنوان، الجمهور زعلان، معه حق، رساله وصلت من الجماهير. حتى واحنا نفوز ما في ما احنا مقتنعين بالاداء اللي نأديه، هذا هو الفريق. توقعت عوده الفريق انه احنا نقدم مباراه حلوه ونفوز فيها، لكن على العموم فنيا اذا اعطيتني مساحه اتكلم فيصل، الفريق الشباب الاماراتي صعب، طريقته صعبه، هي فقط اعتقد انها تصطاد الاخطاء للاعبين ناديها، هذا ما حصل الشوط الاول. لم نكن سيئين بقدر، لكن لم نكن مقنعين بالقدر الثاني. وبعد تسجيلنا الهدف الثاني في الشوط الثاني توقعنا ان احنا ممكن نلعب كره قدم، لكن برضو كانت العوامل كلها لم تساعد، الاداء الفردي، القتاليه، الروح، لكن تبقى النقاط الثلاث هي العنوان الاكبر. حتى الطقس زعلان، هاسك من ضمن مجموعه، احنا عندنا اخطاء، كلنا عندنا اخطاء سواء كانت اداريه، فنيه، طبيه، على مستوى الكبير والصغير، حتى اخطاء اللاعبين، لكن نحمل الخطا والشماعه تروح على شخص واحد، يعني هذا من هذا خطأين مو خطا واحد. انا ما دافع عن هاسك ولا دافع عن سامي الجابر ولا دافع عن اللاعبين، لكن احنا كلنا اخطانا، لكن الدرجات تتفاوت. لكن اتمنى ان الوقت هذا ان نطلع باقل خسائر. كيف اقل خسائر؟ هذا اللي احنا نبغى نوصل له، اقل خسائر. ان احنا الان طوينا صفحات الاسيويه، عندنا مباراه مهمه في الدوري الثمانيه مع شقيقنا الاتحاد،
لو تخطينا حتكون تخطينا عقبة كبيرة، لكن السيناريو لو احنا في نهاية الموسم حصلنا على بطولة كأس الملك كأس الأبطال وحصلنا وتأهلنا من دور 16 لدور 8، وهذا كله كلام لحد الآن. لو كان موسم ناجح بكل المقاييس، الهلال قادر لأنه فريق بطل فريق كبير قادر على العودة في أي لحظة، لكن كيف نعود؟ ما نعود بحنا نلقي اللوم عليه هذا وهذا وهذا ونجرد الناس من يعني الثقة اللي موجودة فيها وننزع الثقة سواء كان من جهاز فني أو لاعبين محليين أو أجانب أو أيا كان، لكن حنا قادرين نقول حنا مخطئين. ولما ينتهي الموسم نتحمل كل الخطأ، وأنا واحد أكبر واحد تحمل الخطأ من الألف إلى الياء، وأطلع وأقول ولا زلت عندي أخطاء الموسم هذه أخطاء كبيرة وأتحملها، ولكن مو وقت أن احنا نتكلم عن الأخطاء بقدر ما نتكلم عن كيفية أن احنا نعدل، لأنه أعتقد أن الهلال فريق كبير ترى وقادر أنه يعود الآن بالفترة هذه للهلال. الهلال قادر أنه يعود في أي لحظة بدون أدنى شك. أن أسامة فرصة حصل على فرصة كبيرة الله يوفقه، لكن الهلال ما يتوقف لا على أسامة ولا على سامي ولا على ياسر ولا على رادوي ولا على أي كان. الهلال بيبقى هلال. لو أجي أجرد لك اللاعبين اللي من بداية النادي كل ما راح لاعب ولا لاعبين قالوا أنت الهلال رجع وحقق وصار من أعظم الأندية. الهلال ثابت والأسماء متغير، راح لاعب مكانه لاعب. أنا أعتقد أن إحنا استراتيجيتنا للسنة القادمة برحيل أسامة ستتغير، حنستقطب لاعبين في مكان أسامة وإن شاء الله بإذن الله قادرين أن نعود. لكن أسامة موجود معنا السنة هذه إلى نهاية الموسم وكابتن الفريق، وإن شاء الله يشيل كأس الملك ويساعد مع زملاء إن شاء الله في التأهل. حتام بشكل سريع، لماذا سامي يقول في أخطاء كثيرة في النادي؟ لماذا برأيك تحدث هذه الأخطاء بالرغم من فريق متمرس يعني والإدارة ما هي جديدة عشان تجرب، الإدارة لها سنوات، لماذا برأيك تحدث الأخطاء؟ والله هي دبلوماسية من سامي، يعني أنا أعتقد أنه سامي بتصريحه هذا يريد أن يبعد الضغوطات عن المدرب هاسك يعني ويقول أنهم كفريق عمل واحد الكل يتحمل الخطأ، كما أن الكل عندما يحقق الفريق الفوز والإنجازات يكون شريك في هذا الشيء. طيب سامي، لماذا برأيك يعني نتحدث نحن الآن عن أخطاء في الهلال، وش اللي تغير عشان تحدث هالأخطاء؟ لا هو طبعا هي أخطاء تراكمية. سامي يعترف الآن، وهذا أنا صراحة أقدر الكابتن سامي، هذا كلام كبير ويكبر هو الآن في أعين يعني أصار الهلال ومحبينه من غير الهلاليين، لأنه رجل خرج بشجاعة واعترف بوجود الأخطاء، ولكن بيّن لمن يهمه الأمر سواء هلاليين أو محب الهلال أنه الوضع الحالي لا يحتمل أننا قد حنا نسحب أو ننزع الثقة، بالعكس إحنا نعترف بوجود أخطاء وهي أخطاء تراكمية كانت منذ بداية التعاقدات. نعم. منذ الصيف الماضي التعاقد مع الدول وطريقة التعاقد مع دول، ومن ثم يعني إبعاد أو رحيل نجوم مهمة عناصر كان لها تأثير كبير، لم يعني تفي العناصر البديلة الأجنبية تقريبا بملأ هذه فراغها، ولكن الآن هذا حديث العقل والمنطق، يجب على جمهور الهلال الآن أن يؤازر الإدارة ويقف معها. جميل جدا أنك أنت تنتهي في نهاية الموسم بمثلا التأهل للدور بطولة وتأهل الدور الثاني، جبت بطولة تكلم عن بطولة كأس ولي العهد. أيوة كأس طبعا ولي العهد وكأس الأبطال، جبت بعد بطولة فخير وبركة يعني، ولكن الآن الجمهور يبحث عن التأهل إلى دوري أبطال آسيا طبعا دور 16 هو الهدف. عموما إن شاء الله أتمنى التوفيق للهلال. الفريق الآخر الذي يستعد أيضا للعب مباراته غدا في دوري أبطال آسيا وهو الفريق الأهلاوي الذي بالكاد خرج من منافسة شرسة على الدوري انتهت بخسارته للدوري. غدا الأهلي سيلعب مع النصر الإماراتي، وبالتأكيد هذه صورة من تدريبات الأهلي الذي ينهي استعداده اليوم لملاقاة النصر الإماراتي غدا في دبي في جدة عفوا. نشوف مباراة بكرة في مجموعة الأهلي. الأهلي كما قلنا سيستضيف في جدة النصر الإماراتي،
والأخويا سوف يلعب مع سبهان الإيراني. أما موقف الأهلي في المجموعة فهو موقف جيد، المركز الثاني يأتي بعد سبهان بأربع نقاط، ثم النصر في المركز الثالث بثلاث نقاط، الأخويا في المركز الرابع بثلاث نقاط. نتابع الآن حديث المشرف على كرة القدم بالنادي الأهلي الأستاذ طارق كيال عن هذه المباراة. احنا الحقيقة خسرنا الدوري، ولكن بعد اجتهاد وبعد مثابرة، وفي الأخير لازم يكون فايز هو واحد اللي يحصل على بطولة الدوري، وهذا حلاوة الدوري انه يكون في صراع الى اخر لحظة. منافسة شريفة، منافسة نقول نحاول كلنا ان نحصل عليها بطريقة ان نصارع بطريقة رياضية تنم على تطور الكرة السعودية. اللي الواحد يزعل منه انك تكون ما حققت مستوى وتزعل اذا فقدت، لا لازم، لكن انك تصارع وقاتل وقدم مستويات وقدم لعيبة جيدين وقدم موسم نموذجي، وبعد كده التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. ونحن يمكن جاتنا اصابات في الاخير اثرت شويه فنيا على بعض المفاتيح اللعب عندنا، ولكن هذا علمتنا كثير انه نحن نجهز من المستقبل انه يكون عندنا صف قوي ثاني. احنا عندنا الان الاسيويه يوم 18، وعندنا كاس الابطال يوم 23، الآن دخلت الأبطال مع الآسيوية، وإن شاء الله حنرتب الفريق على أساس أن نشارك هذه البطولتين ونقدم مستويات جيدة تدل على أنه الأهلي إن شاء الله يستعد استعداد جيد لهذه البطولتين. الفريق الأهلي فريق كبير، فريق لا يرضى إلا بالمنافسة في أي بطولة يخشها، فيجب أنه نحترم كل البطولات، ما طالما دخلنا في أي بطولة يجب نعطيها حقها ويجب أن نقدم أحسن ما عندنا، لأن هذه تشرف الكرة السعودية أول شيء. عودة عماد الحوسني بعد التقارير الطبية الأخيرة والإشاعات التي هو الآن في فترة تأهيل، ولكن عشان يتأهل يحتاج أقل شيء 10 أيام. المشهد من تدريبات الأهلي اليوم وحديث لطارق كيال. أما مدرب الأهلي جارولين فقد قال في مؤتمره الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة أنه دائما ينظر إلى الأمام ولا ينظر إلى الخلف. حديث جارولين. راح تكون مباراة أكيد صعبة، لكن إذا بدنا نستمر بالبطولة ونكمل لازم إنه نأكد الثلاث نقاط اللي فزنا فيها بدبي. Kdyby by nás to mělo jakýmkoliv způsobem rozhodit. Jo. Dozadu samozřejmě ta uzavřená kapitola liga, snažili jsme se pro to udělat maximum, ale teď už musíme koukat dopředu a soustředit se na ten nejbližší zápas. أكيد بالعكس، يعني هذه المفروض أنه تعطينا قوة ودافع على أساس أنه نستمر بكأس آسيا. اللي صار بالدوري انتهى وما لازم نتطلع على الوراء، لازم نتطلع على الأمام، وإن شاء الله يعني راح نحاول أنه نكون قد المسؤولية ونقدم مباراة كثير كويسة. Zítřejším zápase asi ještě k dispozici nebude, ale pak věříme, že v těch následujících, že už by se mohl دوستات دو سيستم. يعني بالنسبه لعماد، عماد لسه مش جاهز، اكيد مباراه بكره ما راح يكون جاهز، بس ان شاء الله في المباراه القادمه راح يكون متواجد. Noi siamo qua per giocarci la qualificazione. نحن هنا اتينا من اجل التاهل. Abbiamo delle chance. لدينا حظوظ. E vogliamo usarle tutte quelle che abbiamo. ونريد أن نلعب حظوظنا إلى غاية النهاية. Siamo consapevoli che è una partita difficile. نعرف جيدا أنها مباراة صعبة. Che l'avversario è forte. المنافس قوي.
Però noi siamo forti anche noi. لكن حتى نحن أيضا فريق قوي. سامي، الأهلي والنصر الإماراتي. طبعا الأهلي مطالب بالفوز، نتمنى أن يتحقق ذلك، وهو حقق نتيجة إيجابية في دبي. أتمنى حقيقة أن يخرج الفريق الأهلاوي من يعني آثار أو من تبعيات خسارة اللقب الأهم بالنسبة له في الدوري من أمام الشباب، أن يتم معالجة الوضع النفسي للاعبين وللفريق. وحقيقة أنا أشيد بالبادرة التي قام بها لاعبو الأهلي بتقديم تذاكر مباراتهم للجماهير، واليوم الجماهير ردت عليهم على فكرة، واليوم الجماهير قامت بردة فعل، وهذا شيء إيجابي جدا، ومواقف جماهير الأهلي دائما داعمة مع الفريق. لكن سيظل الفراغ اللي يتركه عماد الحوسني يعني ليس من السهل ملؤه. طيب هتان، والله أنا أقولها، لو كنت لاعبا أهلاويا وشاهدت المنظر اللي كان عليه الجماهير الأهلاوية بعد خسارتهم أمام الشباب وحالة الحزن اللي سيطرت عليهم، لبذلت أقصى جهد أني أقدم لهم على الأقل بطولة آسيا هدية لهم. عموما نتمنى إن شاء الله التوفيق للأهلي، الذي كما قلت قبل قليل بالأمس طبعا الجماهير اللاعبين قدموا تذاكر هدية للجماهير مباراة بكرة. اليوم الجماهير تفاعلت مع هذه البادرة وأكدوا أنهم بكرة حيجون. توزيع التذاكر المجانية حيكون ابتداء من الساعة 3:30 عند بوابات واحد، عند بوابات رقم 1 و3 و4. هذه الجماهير الأهلي التي بالتأكيد يعني ما تحتاج توصية في هذا الموسم. عموما ننتقل إلى موضوع آخر في الشباب. الشباب طبعا يواصل دائما تقديم دروس في تنظيم، في التنظيم والعمل الاحترافي، حيث اعتمد اليوم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد البلطان ما رفعه مدير الجهاز الفني ميشيل برودون بشأن مقر وموعد إقامة المعسكر الإعدادي للفريق الأول للموسم المقبل، وتقرر أن يقام في مدينة جينك البلجيكية لمدة 2 أسبوع اعتبارا من 5 إلى 20/7. وسيؤدي الفريق تدريباته الصباحية والمسائية على ملعب جينك الرياضي، واشتمل البرنامج الإعدادي للفريق على اعتماد إقامة 3 مباريات ودية أمام فريق من فئة أو أمام فرق من فئة النخبة، على أن يتم تحديد جدولة إقامة المواجهات الودية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. غدا يعود مرة أخرى دوري زين في مباريات ربما تكون في الظل، لكن المهم في هذه المباريات أنها ستحدد صاحب المركز الثامن الذي سيلعب في كأس خادم الحرمين الشريفين. 3 مباريات تقام غدا، الفيصل يستضيف الفتح، والأنصار يستضيف نجران، والرائد يستضيف الاتفاق. الفيصلي هو أحد الفرق التي تأمل في أن تنتقل أو تنتقل المركز الثامن، لأنه في المركز التاسع بمباراته غدا ليواجه الأهلي في الكأس. استعدادات الفيصلي، كاميرا الملعب تواجدت هناك ورصدت آخر الاستعدادات. كان الهدف وطمعنا المقام الأول إن احنا نبقى للسنة الثانية على التوالي، تحقق هذا الهدف بعد فوز الرائد. أعتقد الأمور مش يعني شوية صعبة، لأن احنا ننتظر تعثر الرائد أمام الاتفاق وفوزنا عن الفتح. إذا الله كتب لنا هذا الشيء، هذه نعمة من عند الله، وإذا الله ما كتب إن شاء الله السنة الجاية يكون وضعنا بإذن الله نفس الشيء. في البداية حيكون الهدف البقاء، التأهل لكأس الأبطال. الحظوظ برضو متاحة للجميع، يعني زي ما انت شايف الحين بيننا وبين الرائد وبين نجران، عرفت؟ احنا نسوي علينا الباقي على الله، احنا نسوي علينا مباراة الفتح اللي هي نفوز فيها، وشو معنا من غيرنا، يعني ما نستنى النتائج الثانية، نفوز واذا كتب الله لنا يعني نصيب كأس الملك خير وبركة، ما كتب لا حول ولا قوة. الحمد لله ان السنة هذه بقينا، وان شاء الله السنة الجاية يقدمون نادي الفيصلي مستوى جيد وافضل من الموسم هذا.
شاء الله وفقنا وفزنا على مباراة الفتح إن شاء الله مباراة الفتح ودخلنا كأس الأبطال. أكيد يعني زي ما أنت عارف يعني مباراة الدوري الثمانية ذهاب وإياب وأكيد الحظوظ كبيرة لأي فريق يعني ما بالذات إنه يعني زي ما أنت شايف من الأول للثامن فرق مستوياتها متقاربة ما تقول إنه والله في فريق يبعد عن الأول لا فإن شاء الله بإذن الله العظيم أكيد حظوظنا حتكون كبيرة وهذا طبعا حتكون لها خطة ثانية يعني من قبل المدرب وزي كذا وإن شاء الله بإذن الله خلينا بس نخلص الفتح ونخش بإذن الله العظيم تكون لنا بصمة في كأس الأبطال إن شاء الله إذا ربنا وفقنا. زميل ركان غيمشي طبعا هذا أيضا نبارك للفيصل افتتاح المعسكر بجهود الإدارة وأعضاء الشرف. سامي بس عن مباراة بكرة بس قبل كذا بشكل سريع لأن الشباب حقيقة يستحق في هذه الخطوة. اللي يبغى يعرف ليش الشباب صار بطل يشوف صحيح. هذا التنظيم صحيح لا نستغرب ذلك في ظل الدعم الكبير من الأمير خالد بن سلطان والإدارة الاحترافية للأستاذ خالد البلطان والفكر الاحترافي حقيقة من مدرب كبير لا اسمه تاريخه مثل برودوم. هذا اللي قرأته قبل شوي أو أدعته قبل شوي يمثل الجملة يعني أو حكمة تقول الوصول للقمة سهل ولكن المحافظة على القمة أصعب. بالكاد انتهى من الدوري والآن يعد للمرحلة نعم الخارج. الشباب الآن يبدأ بالمرحلة الأصعب. في أندية لسه ما درت هل في أندية ما تعرف هي بتعسكر ولا لا أصلا طيب هتان لأنهم يستحقون حقيقة معلش شباب الموضوع يستحق هتان والله حقيقة أنا هني الشبابين على وجود إدارة حكيمة برئاسة الأستاذ خالد البلطان اللي حقيقة أن الرجل عمل مش من اليوم ولا من بداية الموسم يعني تقريبا منذ استلام نادي الشباب ويحاول أن يجعل الشباب في القمة ونجح في ذلك ويستحق الشباب أن يكون بطل دوري زين طيب. التخطيط للموسم المقبل كون هو يبدأ من الآن أعتقد أنه هو شيء إيجابي ويحسب للأستاذ خالد والمدرب برودو طيب هتان في ثلاث فرق بكرة بتلعب في دوري زين مباريات ربما تكون في الظل لكن فيها شيء مهم أنه في فريق حيتحدث صاحب المركز الثامن المفارقة أيضا أنه الرائد بيلعب مع اتفاق الأنصار مع نجران الفيصلي مع الفتح الرائد ونجران الفيصلي كل فريق يلعب وما زال عنده أمل في أن يكون صاحب المركز الثامن من ترشح؟ والله أنا أتوقع الرائد ولكن يمكن يحسب للجنة المسابقات أنها ابتكرت شيء جديد العادة كنا نشوف من الفريق البطل ومن اللي بينافس على البقاء الآن نشوف من يتأهل المركز الثامن طيب سامي من ترشحات أتوقع أرشح الرائد طبعا هو ما في أحد منهم بيتواجهوا مع بعض عشان تقول لأنه من كلام الفتح المسؤول فتح أحمد الراشد قال في أعتقد في القرعة أمس مع القناة الرياضية يؤكد أنه يسعون للمركز الخامس أنه مباراة مهمة سيلعبها يعني سينزل بثقلة بالنسبة للاتفاق لن يشارك أبرز لاعبي طبعا في مباراة الغد اللي تركيزهم على مباراة الكويت فالفرصة مواتية الآن للرائد بس في موضوع يعني. ثاني بين الرائد والاتفاق هي قصة يعني لا هو طبعا يكون في حماس أكثر لا بالعكس هدأت الأمور بحسب معلوماتي الأكيد يمكن قبل ما أدخل معك الاستديو كنت على اتصال مع سعد الدوسري يؤكد أنه طبعا الأمور هدأت الرائد بادر مبادرة جيدة بطلب استضافة الرائد في الاتفاق في بريدة طبعا ولكن الاتفاق طبعا شكر البادرة للرائد ولكنه لم يقبل طبعا بالعكس هذا مؤشر طبعا كبير أن الأمور هدأت ويمكن طلب الاستضافة يمكن كما يفسر الاتفاقين بأنه يعني اعتذار ضمني لما بدل من الرائد في الفترة الماضية تجاه الاتفاق عموما الرائد والاتفاق الانصار نجران الفيصل الفاتح غدا ستتابعونها ان شاء الله على السعوديه الرياضيه وقتي انتهى في عناوين شباب نتابع اهم ما جاء في هذه الحلقه من عناوين اجتماع مفاجئ لاتحاد الكره والتفاصيل تابعناها في الملعب احمد عيد يعترف باخطاء التتويج ويعد باليه جديده مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب مهدد بالإيقاف عبد الله الهزاع يؤكد للملعب بقائه في منصبه الاتحاد يواصل صدارة مجموعته ويقترب من التأهل والهلال يسجل أول انتصار بعد ثلاث تعادلات في آسيا
الأهلي يواجه النصر الإماراتي وجماهيره تعد بدعم كبير. وقاروليم يؤكد لن ننظر للخلف والحسني لن يشارك. اليوم الأربعاء ختام دوري زين وثلاثة أندية تتنافس على المركز الثامن. أشكر ضيفي الكريمين سامي اليوسف رئيس القسم الرياضي في العربية نت. شكرا سامي يعطيك العافية. شكرا لك وشكرا للزملاء الثاني والحمد لله على السلامة لك بعد الجراحة الناجحة. مصر أنت تسوي لي سالفة. الحمد لله على السلامة يا أخي. الله يسلمك شكرا جزيلا. كلها أجر عافية إن شاء الله. شكرا لضيفنا الآخر من جدة الصحفي جريدة الرياض زميل العزيز هتان منتاش. شرفتنا هتان شكرا جزيلا. الله يعطيك العافية مع أنه الوقت متأخر وعشان كذا أتمنى أنه نشوف كأس الخادم حمد الشيخ في الأندية أبطال شوط بعد المغرب وشوط بعد العشاء تجاوز للتأخير. يا ريت عشان نطلع بدري حنا هذا أهم شيء. يا ريت إن شاء الله. خرناك على البيت أجل اليوم. شكرا يا هتان يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. شكرا لك الأخ سامي والسادة المشاهدين. شكرا لفريق الإعداد معنا مدير التحرير اليوم هاين القحطاني ومحمد الشهراني فيصل العصيمي وفهد الغامدي وسهل الغامدي. شكرا لمخرجنا اليوم علي المالكي. غدا نلقاكم أو يلقاكم زميل العزيز رجب السلمي في حلقة جديدة من